اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنطمن حضراتكم على حاله الطقس المتوقعه النهارده. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهارده نشاط رياح على بعض المناطق وشبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة فاطمة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. صباح النور، وعايزين نطمن بقى ونطمن للسادة المشاهدين النهاردة على حالة الطقس المتوقعة. احنا طبعا نطمن كل السادة المشاهدين، الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. ارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية، لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وعدم وجود أي سحب مؤثرة إن هي تحجب جزء في أشعة الشمس، فبالتالي هيساعد على وجود ارتفاع في درجات الحراره في الاجواء فتره النهار، وتحديدا في فتره الظهيره. هي اجواء حاره على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يمكن اجواء فتره الليل هتظل اجواء لطيفه تماما، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مش هيحصل تغيير كثير في قيم درجات الحراره خلال فتره الليل، هنظل نحس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل، وخاصه زي ما بنقول فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، خاصه كمان ان انخفاض نسب الرطوبه فترات الليل ووجود نشاط نزلي للرياح، العوامل دي هتخلينا نحس بمزيد من الانخفاضات فتره الليل، بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه ما زالت بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، والشبوره المائيه كثافتها بدات تزيد، يعني الشبوره المائيه بتكون كثيفه احيانا على بعض المناطق وبتؤدي المزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من الساعه 7 او 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، لكن على مدار هذا الاسبوع هو اللي هيكون فيه ارتفاع في قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع ما بين 34 و35 درجه مئويه، عشان كده احنا هننصح كل الساده المواطنين قدر الامكان فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تخليناش نحس بقيم درجات حراره مرتفعه، بالاضافه كمان قائد المركبات والمسافرين على الطرق فتره الصباح الباكر القياده بالذوق التام اثناء تكون الشبوره المائيه، واحنا في فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغيرات الحاده والسريعه في حاله الجو، فمهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه. اكيد بالتاكيد، ونتمنى السلامه طبعا لكل سائدي المركبات سائق المركبات على كافه الطرق المؤديه من والى القاهره. لكن دكتور منار، خلينا نتكلم عن الرياح، هل هيكون في رياح مثيره للاتربه او رياح خفيفه او هيكون عدم وجود رياح في الايام القادمه؟ لا، هو طبعا في نشاط نسبي للرياح، لكن هو مش نشاط قوي، هي رياح معتدله هتخلينا نحس ان نسب الرطوبه اقل، وخاصه فترات المساء، يعني احنا مش هنحس بيها غير مع فترات المساء وساعات المغرب في بعض محافظات الجمهوريه، هتقلل باحساسي بنسب الرطوبه وتخلينا احس بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره. الحمد لله مفيش اي تقلبات جويه او ممكن تكون ظواهر جويه هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله حتى يوم الجمعه القادم. دكتور منار، مع بدايه دخول فصل الشتاء هل هنحس بدرجات الحراره هتقل في الايام القادمه ولا ارتفاع درجات الحراره هيفضل معانا مستمر؟ هو احنا طبعا بدانا فصل الخريف من الامس، فصل الخريف النص الاول دايما من فصل الخريف لان هو معروف بالفصول الانتقاليه اللي بتاخد من الفصول القبليه والبعديه، بيبقى النص الاول من الخريف، يعني احنا كمان على مدار شهر 10 ممكن تكون بعض الايام فيها ارتفاع في درجات الحراره، لكن ما بتكونش ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، بتبقى بقيم طفيفه زي الاسبوع ده كده، ومره اخرى درجات الحراره بتعتدل، معظم ايام فصل الخريف بيبقى فيها اعتدال في درجات الحراره، تكرار ايام الحراره بتبقى اقل،
موجات ارتفاع في درجات الحراره بتبقى اقل، فان شاء الله ما نحسش بشكل كبير باي ارتفاعات في درجات الحراره، بالاضافه كمان فترات الصباح الباكر هنبدا نحس فيها بانخفاض درجات الحراره، هنبدا نحس بالبروده في فترات الصباح الباكر تدريجيا مع تقدم الايام. البروده فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، فرق درجات الحراره بين النهار والليل هيبدا يزيد بشكل كبير، ده اللي هنبدا نحس بيه. بس الى الان الحمد لله الاحوال الجويه مستقره، ما فيش فرق كبير في درجات الحراره، لكن تدريجيا هنبدا نحسه، واول ما نبدا نحس بالبروده فترات الصباح الباكر هنبدا تدريجيا نغير كمان الملابس بتاعتنا. أكيد. من الملابس الصيفيه للملابس الصيفيه. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، ودي طبعا كانت حاله الجو المتوقعه النهارده. خلينا نروح لشاذلي وجمانه لاستكمال صباح الخير مصر. شكرا لك فاطمة.